ويا اهلا وسهلا يا ساده، وحان الان موعد الاعلان عن اقوى سلسله تاريخ اليوتيوب العربي والاجنبي. شو هاي السلسله يا جهاد؟ وانت باي ولايه موجود؟ وشو اللي بيصير معاك؟ كل هاي التفاصيل راح تعرفوها بالكم دقيقه الجايين. طب ايش الولايه اللي فيها قطارات كثيره زي المحدد القطار الموجود وراي؟ فخلينا نستخدم القطار ونروح على المكان رايحين عليه. الناس بحطوا ايديهم زي هيك، انا بحط ايدي هيك، خلينا نعمل زيهم. بعد ما دخلنا كل الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض وخلصناهم ولاية ولاية، هنا كانت بس بداية التحدي. دخلنا الولايات وخلصنا، ولكن الان بلش التحدي الصح. المليونير العربي وشادي السايس تحدانا تحدي قوي. الان شو هذا التحدي؟ الان راح احكي لكم. ولازم بهاي اللحظة تركز معاي بكل قاعدة بالسلسلة وكل تفصيلة بهذا التحدي. التحدي انه نقطع الولايات المتحدة الامريكية من اقصى الشرق، من نيويورك الى اقصى الغرب الى لوس انجلوس، على مدار 50 يوم بلا اموال ابدا. وكل يوم لازم اشتغل وظيفة مختلفة لحتى الم فلوس، هاي الفلوس اكل فيها واشرب فيها واتنقل فيها. والتحدي الاكبر انه ممنوع نستخدم المطارات ابدا، المواصلات العامة من قطارات وباصات فقط لا غير. طيب يا جهاد، اذا قدرت تقطع امريكا من اولها لاخرها على مدار 50 يوم بدون فلوس، شو الجاز اللي راح تجيك؟ حرفيا وبكل بساطة وبكل جمال وبكل عظمة، تستنانا سيارة احلامي اللي هي الرينج روفر يا السادة. خمسين يوم ما في فلوس، نقطع امريكا من اولها لاخرها، التحدي من عراب اليوتيوب شادي السايس، وهذا هو التحدي الاكبر. ما بنعرف شو راح يصير معنا، ما بنعرف كيف راح نقطع امريكا واحدة من اخطر بلدان العالم، ما بنعرف شو راح يصير معنا على الطريق، شو الوظائف اللي حنشتغلها، قديش راح نطلع بهاي الوظائف، مين راح يوظفنا، هل ممكن يصفوا فينا الموضوع اللي نايمين بالشارع؟ كل هاي الامور راح نجاوب عليها بالسلسلة. ولكن عندنا عقبتين، هاي هون العقبة الاولى وهاي هون العقبة الثانية. العقبة الأولى يا سادة، إنه بكل ولاية بندخلها في عنا إشي اسمه ظرف الولاية. هذا الظرف راح يكون مجهز من شادي السايس، بنفتح هذا الظرف مباشرة وبكون موجود جواته تحديات، وممنوع نطلع من الولاية إلا لما نخلص هاي التحديات. مثلا تحدي ولاية نيويورك يكون إنه ممنوع أطلع من ولاية نيويورك إلا لما أطلع مبلغ 10,000 دولار من شغلي على أوبر. مجرد ما أخلص تحدي الولاية بقدر أروح على الولاية اللي بعديها، وإذا ما خلصت التحدي هذا الشيء بأخرني اني اصل كاليفورنيا وباخر علي التحدي وبصعبه، واحتمال مفوزش بالرينج روفر نهايه التحدي اذا قطعت امريكا باكثر من 50 يوم. فلازم نخلصها على مدار 50 يوم فقط لا غير. بعد ما عرفتم الان العقبه الاولى، صار الوقت لحتى اشرح لكم العقبه الثانيه. العقبه الثانيه اسمها الافلاس الاكبر. عشان تفهموا شو قصة الافلاس الاكبر، عندنا 3 مصادر للدخل. المصدر الاول للدخل هو شغلنا بنفس اليوم. المصدر الثاني للدخل الا وهو دعم الجمهور. ايوه يا جماعه بالضبط، حنفتح باب الدعم لهي السلسله وحتعرفوا الان ليش فتحنا باب الدعم للسلسله وكيف خليناكم بارت كبير من هاي السلسله. ومصدر الدخل الثالث الا وهو ارباحنا من السوشيال ميديا. فبالتالي كل نهايه يوم راح تشوفوا قديش طلعنا باليوم، وحتشوفوا انتم قديش دعمتوني، حتشوفوا كمان ارباحنا من السوشيال ميديا. فهاي الثلاث مصادر دخل، اذا تعدت ارباحنا بهذا اليوم ال1000 دولار، اليوم اللي بعده لازم نرجع للصفر ونعيد من اول وجديد. فهذا هو التحدي الثاني، هذا هو الشيء اللي انتم حتتحكموا فيه. يعني اذا وصلت للحظه من اللحظات اني لميت 900 دولار، واجي واحد من المتابعين بدي اياني اليوم اللي بعده اتغلب، فهو مباشره بدعمني ب100 دولار، فبالتالي بنوصل ل1000 دولار. فبالتالي اليوم اللي بعده لازم نبدا من الصفر، فنرجع نشتغل ونلم فلوس وناكل ونتنقل وننام. فتاكدوا انكم بارت كبير، جزء كبير من هاي السلسلة، وانتم تتحكموا في مجرياتها كاملة. وفي بارت جدا بجنن وحلو يا جماعة بالسلسلة، انه في نهايتها جزء من ارباح السلسلة راح يكون ويروح لكفالة الايتام. فهذا جزء بالنسبة لي مهم جدا يا جماعة، وباذن الله نهاية السلسلة راح نكفل هاي الايتام ونوقف معهم ونساعدهم قد ما نقدر. ولكن مفكرين راح اكون بهاي السلسلة لحالي؟ لا والله، بدي واحد يتمرمط ويتشعتل معاي. فلهيك راح يكون معاي صديقتي العزيزة جدا جدا آيات الجميلي. آيات جاهزة؟ كلش.
ترى احتمال ننام بالشارع عادي عادي؟ اوكي ترى احتمال نشتغل وظائف صعبه بامريكا. هذا اللي اريده. هذا اللي تريدي؟ اعيش تجربه كلش كريزي. اوكي اشتغل شغل كلش صعب واريد انام بالشارع، يعني عادي عندي انام بالشارع. اتس اوكي اهم شيء نفوز بالرينج روفر. رينج روفر يسعد، انا اللي بحكي رينج روفر بعشقه يا جماعه. الموضوع في رينج روفر، موضوع في رينج روفر يا جماعه. طبعا راح تعرفوا ايات اكثر واكثر، والحلو بالموضوع راح تشوف التحدي من جانبين، من جانب قناتي اللي راح تكون مصوره ومن قناه ايات يا جماعه، من جانب شيف من جانب بنت. اوكي وراح تحكموا انتم طبعا مين الاحسن، اللي هم يعني انا يعني احسن احنا طبعا اللي احنا اكيد. اوكي راح اكسر عليك، راح اعرفكم ايات الجمالي اكثر يا جماعه، ولكن هي اوريدي معروفه ومشهوره بامريكا، فاللي بيعرف ايات واللي كان متابعها من قبل يكتب لي تحت في الكومنتس، واللي ما بيعرفها اول رابط موجود تحت اللي هو رابط قناه ايات، روحوا عليها وشوفوا الفلوجات الموجوده على قناتها. وباي ذا واي كانت معي بهواي وصورت هواي من وجهه نظرها كمان. طبعا ايات يا جماعه عاشت تقريبا كل حياتها بامريكا وعرب ياتها على الجد، فخلينا نشوف هل ممكن تشرح لكم السلسله بالعربي وزي ما فهمت هي ولا لا. شوف امتيات من السلسله واشرحي لهم بشكل مختصر. اللي فهمته انه هو تحدي من شادي السايس على الراب اليوتيوب. التحدي هو انه راح نقطع امريكا من نيويورك الى لوس انجلوس على مدار 50 يوم، او اذا فزنا بالتحدي منتظرتنا رينج روفر. طبعا راح نقطع امريكا بدون فلوس، وكل يوم لازم نشتغل وظيفه معينه حتى نعيش. حتى نعيش، حبيت حتى نعيش. اوكي جد حتى نعيش، لان بدون فلوس ما نعيش، يعني شنو ناكل شنو نشرب. وممنوع نستخدم المطارات فقط والمواصلات العامه من باصات وقطارات، وعندنا عقبتين. طبعا هاي الكلمه جاد علمني اياها، انا سمعتها من قبل. شنو داريت اقول مشكلتين؟ قال لا لا قولي عقبتين. اوكي عقبتين، هاي العقبتين هي تحدي الفلوس وتحدي الوقت. وخلص يا جماعه شفت العربي مالتي انه كلش زين، كافي امتحانات مش شرحت جات قبل. اوكي اوكي اوكي، الدنيا قاعده بتشتي والاجواء جدا بارده والصعوبه عمال بتزيد، واحنا لسه ما بلشنا التحدي، ما بالكم لما نبلشوا بعد هذا الفيديو مباشره. خليكم ويانا، راح نشارككم يومنا لحظه بلحظه، وشنو راح نشتغل بكل يوم، وشلون راح نلم فلوس، وشنو ناكل، شنو نشرب، وين حننام. كل هالامور راح تعرفوها معنا، وانا متاكد انه الموضوع جدا صعب، ولكن الموضوع بيستاهل التجربه ان ناخذ سياره احلامنا اللي هي الرينج روفر. وهذا تحدي بعد ما خلصنا ال 50 ولايه امريكيه، لازم نخوضه ونجربه ونقطع امريكا بدون فلوس ابدا. ولا تنسوا كمان انه كل نهايه فيديو راح تعرفوا ارباحنا على السوشيال ميديا، وراح تعرفوا قديش طلعنا فلوس من كل وظيفه، وراح تعرفوا دعم الجمهور قديش كان، واذا تعدينا ال 1000 دولار اليوم اللي بعده راح نرجع للصفر ونعيد من اول وجديد. وهيك من قلب الولاية اللي راح ننطلق منها بإذن الله. انتهى الفيديو لليوم، وخليكم جاهزين للسلسلة. باي 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 باي، عقولة آيات. باي باي، شوف شو راح يصير معنا. باي باي. يا حبيبي يا الله يسر ولا تعسر. اسمع يا تتنطنط، راح نقضيها هنا بالشوارع فش فلوس.